اولا قبل كل شيء النجوم الاولى عطات فرص لبزاف ديال الفنانين اللي كانوا ما باينينش، وكنشكر طاقم النجوم الاولى كاملين بالاعداد ديالهم لاله مريم حتى هي. شكرا لك. النجوم الاولى كتشاف امونافي كتشاف اوروبا وفي دول الخليج اكثر يمكن من المغرب، لان الناس اللي الاول ظهور ديالي في النجوم الاولى شافوني وزادوا كما تنقولوا زادوا زادت الشعبيه ديالك على برا في اوروبا ولا في امريكا ولا في الخليج. الحمد لله الصيد ديالي زاد كما تنقولوا انتشر بزاف، والحمد لله هذه لا دوزيام فوا كندوز معكم. كما تقتوا فيا تنشكركم بزاف على الثقه ديالكم فيا، وكنتمنى من الله ندوز معكم سهره ممتعه، وهذا الجمهور الكريم كيستاهل كل الخير سواء داخل المغرب سواء خارج المغرب. حنا كنبقاو ديما مغاربه وديما الشعبي في الدم ديالنا الحمد لله. وشنو جبتي معاك الجمهور الليله احمد؟ جبت لكم واحد الكشكول شعبي واحد العويطه خفيفه مع بريولات ديالها وبزاف ديال المفاجات ان شاء الله باذن الله. كنتمنى طرق الجمهور الكريم ان شاء الله باذن الله. نسمعوك احمد سلاوي. مرحبا، تفضل معنا. تبارك الله عليكم، تحية خاصة للجمهور الكريم وتحية خاصة للنجوم الأولى. شربوا كاس ساي بنهار، مضت فيه مولات سم، انا الله
سيدي زيد. هاديك هاديك
ميرسي وتبارك الله عليكم. شكرا للفنان احمد سلاوي، من خلاله كنبغي نوجه تحيه كبيره وتحيه خاصه لكل مغاربه العالم اللي كيشاهدونا عبر القناه الاولى.